السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم جيده. اليوم جبنا لكم خاصيه واعره الاخوان في البينانس ديال الربح من البث المباشر. ماشي حنا غنديروا البث المباشر، بلا غنشاهدوا وكنربحوا صناديق، كنربحوا عملات، وكاين طريقه اخرى ديال الربح الاخوان اللي واعره وسهله بزاف. الناس اللي كيسولوا على الطريقه دي ما عارفينهاش ولا ما فخبرهمش كاع، مرحبا بهذا الفيديو ليكم الاخوان. خاص لكم اليوم هذا الفيديو هذا الفيديو ده نخصو ان شاء الله كيفاش نربحوا من البث المباشر ديال البينانس الاخوان. تما ما ديروا لا بث لا والو، ادخلوا تما تفرجوا تربحوا. شوفوا شاهدوا معايا الطريقه. حنا دابا في الصفحه الرئيسيه الاخوان، اول حاجه كنجيو هنا للمزيد، فهمتوا؟ كنجيو هنا كنقلبوا على المكافئات، هذه الانشطه والمكافئات. هنا عندنا بزاف الحوايج هنا اللي كنربحوا منهم، شفتم؟ ها البث المباشر كاين هنايا، عندنا بطاقه هذه، عندنا كلمه اليوم، تعلم واكسب، الهدايا الخاص بي، صندوق العملات الرقميه. المهم نديروا البث المباشر. هذه كلمه اليوم الاخوان تاهي راه تزات زوينه، هذه تاهي كلمه اليوم فيها كربحوا فيها الناس النقاط، فهمتي؟ الا قدرتي انك تخرجها تدخل تلقاها في جوجل. المهم عطا الله كندخلوا ليها بحال هكا، لاحظوا معايا، احصلوا على حصه من 500000 من النقاط. هنا الاخوان البث المباشر ديالنا ندخلوا ليه ان شاء الله، كندخلوا على البث المباشر بحال هكا. هذه الصفحه الرئيسيه، هي كاين استكشاف، كاين انا البروفايل ديالي، كاين المتابعه، الناس اللي كنتابعهم، فهمتوا كيفاش؟ هنا كاين بزاف ديال الناس دايرين مباشر هنايا، كل شنو اللي داير، كاين اللي كيجوي، كاين اللي كيهضر على الدروس، كاين اللي كل شنو، كاين اللي كيفرق الهدايا، فهمتوا؟ كاين اللي كيشارك معاك استراتيجيات ديال التداول. المهم ولا علينا، نجيو نشوفوا شي واحد فيه متابعين بزاف، مشاهدين بزاف. نديرو مثلا هذا اللايف هذا فيه 5.1 كا من المشاهدات، شوفوا معايا، نوريكم طريقة الربح من اللايف ونوريكم طريقة أخرى، فاهمين؟ ها هو هذا اللايف هذا مطلق على الإخوان كما كتشاهدوا معايا. لاحظتوا اللايف؟ كتشوفوا معايا هنا شي أكواد كيطيحوا، لاحظتوا معايا واحد الأكواد الإخوان، هذا كود، هذا كود. شتي الاكواد هادو راه فيهم الاخوان النقط صراحة، تقال ندير البث المباشر متابعة، ندير لي متابعة، تسالى البث المباشر صراحة، نرجعو هدا درت لي متابعة حيت لقيت عندهم متابعين بزاف وعندو الهدايا، باش مرة أخرى نمشي ليها عاوتاني، فهمتي؟ كيما كتسالى البث المباشر من الأحسن حيد المتابعة ديرها لواحد آخر جديد، نديرو أكتواليز الصفحة، نجددوها، نشوفو شي بث واحد آخر إلا كاين، شي واحد طالع هدا فيه 3 كا، اش في الهدايا؟ وي فيه تا هو، فيه واحد الصندوق الاخوان هنايا، هاد الصندوق هذا ملي كتشاهد البث غنكليكيو عليه، شوفوا معايا ديك الشا ها انا كيكتبوا كيطلبوا منك الاخوان انك تدخل واحد ها هذا يبدا كيوصلوني، هادو ديال اللايف تاع الاخوان كتصيفطو، ندير فتح شوف هاد الهديه هادي، شوف شحال شنو عطيني في هاد العمله، ثانينا 0.3 XRP هاد العمله وصلتني بعدا كي ها واحد اخر عاوتاني، هي كترجع بالزربه الاخوان، هادو كيجيو ما كندير حتى شي حاجه انايا LTC. المهم نكملوا داك الشيء بغيت نقول لكم، واي اللي ما يخليوناش هذا دابا كيبغي يتجمعوا، شوف هادوك العملات كاملة الإخوان كيتزادو عندي دابا، هنا كيطلبو منا ندخلو واحد التعليق باش نربحو، حيد عليا عاوتاني هادا هو هو هو، ها BNP الإخوان، دابا ندخلو هاد التعليق هذا نكليكيو هنايا، من هاد الوقت هذا توصلنا نتوما هاد السيد هادا تعليق محدد، شوف المبلغ اللي داير هنايا 325 واحد لا يفوزو بهاد الصندوق هذا، ندخل للتعليق ندير هاكا ندخل تعليق محدد، ها هو هذا، صافي كندير إرسال، ها هو التعليق ديالي مشى، لاحظتي؟ دابا نتسني سالا الوقت توصلنا واحد المكافأة من عندهم. وهنا كاين مكافأة شحال كيوصلوني دابا كنبقى غنتفرج في اللايف انا بحال هكا، تسناو معايا الاخوة كيما الشوك بلا كيتحلو اوتوماتيك مور راسهم، شوف معايا دابا توصلني شي عملة، تسناو نتسناو ونتسناو عاوتاني في الوقت، عندنا 2:04 هنا لاحظتوها، تسالي هداك تاهي وشوف داك الصندوق واش نربحو بيه ولا لا. المهم هادو بقا ندير لهم فاتح بحال هكا، فاتح 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 USDT، هاهي شوف شحال عطيني فيها، ها واحد اخر عاوتاني شي عملة اخرى USDT عاوتاني، هادوك هما كيتجمعو عندي هادوك نربحهم هادو، غا من اللايف الاخوان غا من اللايف. واحد الطريقة اخرى اللي كتكون فيها الربح، عقلو معايا على الوقت شحال دابا الوقت، ندير لي متابعة باش نرجع عند هاد السيد هذا، فتح ندير لي متابعة باش ملي خرج دابا نرجع عندو USDT عاوتاني، لاحظتو فتح عاوتاني، واي واي ميخليوكش مزيان، ندير لي متابعة على هاد السيد هذا، ها درت لي متابعة، عند بقى دقيقة ونص بقى تقريبا، نهزو شي كود من هاد الكود هذا باش نوريكم هاد الاكواد هادو واش نقدرو نربحو فيهم شي حاجة ولا لا، أو درت لي نسخ هاد الكود هذا، أجي نرجع مشارين من الباينانس، عقل معايا هاد اللايف هذا باش نرجعو ليه دابا شوية، أها نرجعو من هنايا، غنجيو لهنايا صندوق العملات الرقمية، ها هو، ها هو الكود هنا، عندي إرسال، عندي استلام، غندير استلام، غنجي نديرو لاصق، داك الكود لصقنا، نديرو مطالب واش فيه شي حاجة، زيد زيد عطاوني، ها هما عطيني الإخوة شحال عطيني. ها شحال ربحنا من هاد الكود هذا 0.3 5 USDT، المهم ماشي مشكل مرحبا بها، رجع راح نستافد منو، نرجعو اللايف ديالنا عاوتاني، ها هو اللايف بث مباشر، فين ها هما اللي درنا ليهم متابعة هما هادو، غنلقاو داك السيد اللي تفرجنا فيه قبيلة دار لي متابعة، شفت نتا شنو هي هو هذا، نكملو اللايف ديالنا تيسير داك الوقت، باقا 32 ثانية اللي باقا هنايا كيما كتشاهدو معايا. هيا تسالي دابا نشوف شنو ربحنا،
هما ديك الاكواد كتحطو الاخوان هنا تحتو، نبقى بقى 21 ثانية 20 ثانية باش نشوفو الصندوق اللي ربحنا شنو فيه، او لا الظرف ماشي كيسميو الصندوق ولا الظرف ديال العملات الرقمية. نفتحو هذا شنو فيه تا هو هنايا، ها نتوما انواع العملات. واخا داكشي قليل الاخوان ولكن مع الخدمة، مع الخدمة راه تصور 5 دولار ليك في النهار وكشر كاع مع الخدمة، حيت كاين بعض الناس هنايا راه كيحطو لك 5 دولار في دقة واحدة، واحد يو اس دي تي تلقى 50 يو اس دي تي. ها هو تعليقك الصحيح، شو شي حاجه جاتني فيه، جاتني فيك دا بي ام بي، حيت هو حطنا بي ام بي. اه مزيان، دابا سلاسه سلاسه هذيك. دابا نقدر واخا هكا دابا نحيدو من هاد اللايف هذا، نشوف لايف واحد اخر عاوتاني نفس الديكور ونخدمو بها نفس الطريقه. هادو كاع اللي سالينا منهم كنا نحيدو لهم المتابعه باش نعاودو واحد اخر مره جديده عاوتاني مع شي واحد جديد، فهمتي؟ ماشي تحسبوا لنا داك الصناديق ولا علينا. دابا هنا مزيان عقلت عليا العمله تحصل عليهم، كاينه البي ام بي، كاينه اليو اس دي تي، كاينه واحد بزاف العملات. نمشيو نشوفوهم دابا، نرجع من هنايا. الطريقة الإخوان واعرة زوينة مربحة، نرجع هنا كنلقاوها في في محفظة التمويل الإخوان. ها البي ام بي، ها البي ام بي اللي حصلت عليها اللي عندي دابا حاليا. الشيبة تا هي شنو فيها، بي تي تي سي الشوكبيلة، ها هي شحال فيها فلوكي. المهم هادو كامل كنحصل عليهم، كتجمعو مزيان انهم يتجمعو هاد العملات هادو باش تخليهم تانفيستي فيهم كاع انت وخليهم، فهمتي الإخوان؟ يعني راه كاين الربح في هاد اللايفات هادو، فيهم الربح زوينة الإخوان بدون رأس مال، هادشي بدون رأس مال. يلا الاخوان نتمنى لكم عجبكم لا فيديو ديال اليوم وتكونوا استفدتوا منه، وفي فيديو مقبل ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي بغات تسجلوا في منصه البيانس وبغات تعرف على الطرق ديال الربح من منصه البيانس، راه تلقاو بلاي ليست تحت الفيديو هذه قائمه خاصه فيها جميع الفيديوهات ديال البيانس، من طريقه التسجيل واثبات الهويه وانت غادي بشويه بشويه. وقبلوا على الشروح اللي دينا الاخوان، حيت كما كنقول لكم ديما حنا ماشي خبيرين في هذا المجال، مي حنا كنسبونسرو هذه الشركه هذه ولا هذا الموقع هذا ولا البلاتفورم هذه، كنحاولوا ندعموها وتهما كيدعمونا، كيدعموا المحتوى اللي كنديروا. يلا الاخوان شكرا بزاف، وفي فيديو مقبل ان شاء الله.